سريعا بقائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم. محمد الشناوي في حراسه المرمى، هو علي لطفي ومصطفى شوبير. في خط الدفاع ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد. في نص الملعب احمد نبيل كوكا وحمدي فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني واحمد عبد القادر العائد، وعوده مهمه جدا وليد سليمان ومحمد شريف. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، ايا كان التشكيل ان شاء الله كله يبقى موفق في مباراه النهارده. يعني بيجيب عن النادي الاهلي مين؟ محمد محمود وحسام حسن وصلاح محسن رؤيه فنيه، السوليه غياب مؤثر قوي 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 بسبب الاصابه، وعبد المنعم ايضا بسبب الاصابه، وربيعه رؤيه فنيه. دي قائمه النادي الاهلي. اتكلم سريعا على حكام المباراه قبل ما اروح لزميلنا العزيز محمد توفيق عشان نطمن من خلاله اكتر واكتر. حكام المباراه النهارده بصراحه بسم الله ما شاء الله كده حاجه اخر قلق، حاجه اخر قلق، يعني عارف كوكتيل مقلق من الحكام اللي بيديروا مباراه اليوم. بدايه بحكم الساحه بملك تيما، مساعد اول محمد عبد الله ابراهيم، مساعد تاني عيسى يايا، لكن تعال بقى للحكم الرابع جوشوا بوندو، حلو، وحكم الفار جاني سيكا زوي. فعلامات استفهام كتير جدا على طاقم التحكيم في الحقيقه، وكلنا الاسماء بتاعه افريقيا كلنا حافظينها يعني بشكل كبير وعارفين قدرات كل حكم، وللاسف يعني مش يعني طاقم ما يطمنش قوي، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه الاهلي رجاله، ايا كان حكم جيد مش جيد انت في ايدك كل حاجه تقدر تحسمها باذن الله تعالى من خلال المباراتين مش مباراه واحده النهارده. طيب